بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا تيستس on expressions, idioms and prepositions، يعني اختبارات أو أسئلة على الاكسبريشنز، التعبيرات، الايديومز، والمصطلحات والبروبوزيشنز، حروف الجر اللي عندنا في المنهج. ولكن دايما مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نمبر 1، I am confident to space your success. طبعا I am confident of your success، يعني أنا واثق من نجاحك، أو I am confident about your success، الاثنين صح، يعني ممكن A and B. The poor اللي هم الفقراء، طبعا عارفين إن ذا إذا سبقت الصفة بتعني الجمع، كلمة بور لوحدها صفة فقير، ولكن دي أصبحت اسم، يبقى the poor need much support، need لأنها جمع. وطبعا عندنا الفعل need لا يوضع في الأزمنة المستمرة، فطبعا لتعليق خطأ. My father is careful about، طبعا والدي حريص على making time for family، طبعا هنا making time، كلمة time بتاخد الفعل make. The HR is busy retraining the staff، طبعا the HR طبعا is busy يعني مشغول، is busy، أو ممكن أقول are busy، طبعا is أو are لأنها تعمل مفرد أو جمع، يبقى هنا the HR is or are busy، يعني إيه؟ مشغول بتدريب الستاف. He didn't play as space as صلاح who scored. He didn't play as، طبعا عندنا as far as، as far ممكن، ولا as soon، ولا as long، ولا as well as. طبعا as well يعني ايه؟ هو لا يلعب جيدا مثل صلاح، يبقى he didn't play as well as، as well as. هنا طبعا ده adverb اللي هو ظرف، وطبعا هنا as well as يعني مثل أو تماما مثل. He didn't vitamin D was found its base bonds stronger. طبعا vitamin D was found، طبعا الفعل found بيجي معاه to مصدر، vitamin D was found to make bonds، to make، to المصدر. Some students try to attract attention by، طبعا هنا by making tables، بأنهم يعملوا أي حرف جر بيجي مع الفعل فيه ing ما عدا to، بتقبل ال infinitive أو ing، لكن أي حرف جر آخر ing. You need to leave now in order، طبعا in order to، in order بيجي مع حرف الجر to، يعني لكي. They can't get to bed as the lights are still، ما زالت الأضواء مضاءة، are still on، on يعني ما زالت مضاءة أو مشتعلة. Is this a gentleman؟ طبعا as a gentleman، طبعا as بوراها الوظيفة أو الشيء، ولكن like للتشبيه، فطبعا هنا as a gentleman يعني ككونه رجل محترم. He wouldn't make much mistake، يعني لم يرتكب الخطأ، يبقى هنا as a gentleman، لكن like قلنا للتشبيه، unlike يعني على النقيض أو على العكس، as well as معناها أيضا. بالنسبة لتست نمبر 2، علا as well as her brothers، طبعا علا و as well as بياخد الفعل أو الفعل يتبع الفاعل الأول، فتبقى هنا إيه؟ letter D ولا letter A، يبقى علا as well as her brothers has studied medicine، has studied لأنها الفعل مفرد، الفعل لعلى أو الفعل بيتبع الفاعل الأول، as well as اللي تمام أو أيضا، فاعلها يتبع أو إذا استخدمت لربط فاعلين فالفاعل يتبع الفاعل الأول. Don't pay any money for a space copy but a genuine one instead، طبعا الأصلي اللي هو genuine. Don't pay any money for a pirates ولا عندنا pirating ولا pirated، طبعا for a pirated copy يعني نسخة مزورة اسمها pirated copy.
concentrate on your goal يعني ركز في هدفك. don't let yourself be distracted. طبعا distracted بجماعة حرف الجر by، مع انه مغامرة كده اسمها distracted by، يعني طبعا هنا مشتت by an important details يبقى distracted by. the Nile Museum in Aswan is worth، طبعا worth من التعبيرات اللي بيجي معاها ing يبقى worth visiting. it's a big mistake to take a decision in a space of anger. طبعا هنا it's يعني خطر او ان انا اتخذ قرار وانا في لحظة غضب اسمها expression هبقى كده in a fit of anger. in a fit of anger يعني في لحظة غضب. طبعا هنا letter B لانها الاكسبريشن على بعضه ان اسمه in a fit of anger. intelligence اللي هو الذكاء intelligent. space he is. I don't think he will answer such a complex equation. طبعا intelligence as he is as يعني however he I don't think يبقى هنا however هي بتساوي في المعنى however يعني بالرغم من كونه ذكي. فطبعا هنا as لو جت في بداية الجملة وهي معناها however أو معناها على العكس أو بالرغم من، طبعا الصفة بتسبق as يبقى صفة و as وتكملة الجملة. my father now visits my grandmother more often than، طبعا هنا than usual يعني ايه عن الشيء المعتاد. what you think is true isn't necessarily true for me يعني اللي انت بتعتقده صح مش ضروري يكون صح بالنسبة لي اسمه for me. a site that affects you a lot in a space one. طبعا هنا a site يعني منظر طبيعي. that affects you a lot in a moving one. moving يعني محرك للمشاعر. one should be open minded يعني يكون be open يعني متفتح الذهن. طبعا هنا of positive ولا at ولا towards. طبعا هنا towards positive criticism يعني تجاه النقد البناء او النقد الايجابي. بالنسبة لتست نمبر 3 this statue or this statue dates. طبعا dates as far as the pyramids. dates back يعني يعود تاريخه. the pyramid date back يعني يعود تاريخه. the winning candidate يعني المرشح الفائز represented the space majority of voters. طبعا هنا represented the vast majority. vast يعني ايه يعني شعبية هائلة. vast او شاسعة او هائل. I didn't really plan to meet her. أنا لم أخطط للقائها. It all happened by chance. by chance يعني بالصدفة. يبقى لم يخطط للشيء ولكن بالصدفة اسمه by chance أو by accident. In a summary في التلخيص only space factors are mentioned. only طبعا الكي factors طبعا هنا الكلمات الدالة فقط اللي بتذكر اسمها key facts لكن دي دالة التفاصيل. you have to deal with your problems يجب ان انت تتعامل مع مشكلاتك by order of priority. طبعا هنا by order يعني بترتيبات الأولوية اسمها by order of priority يعني بالأولوية. she is angry about her son. طبعا angry من التعبيرات اللي بيجي معاها. she is angry about her son من ابنها ولا that her son tells lies. طبعا هنا لو قلنا about يبقى her son فقط ولكن جاي جملة يبقى that her son tells lies في جملة يبقى that. an ideal team الفريق المثالي member must have good space skills. طبعا هنا must have interpersonal skills. interpersonal skills يعني مهارات متداخلة أو شخصية. I had been waiting space ages when he finally appeared. طبعا عارفين ان الفعل عندنا اللي هو wait بياخد حرف الجر for يبقى I had been waiting for wait for يعني ينتظر. you want to get in more يعني مش هتحصل على اكتر. that's your طبعا هنا you want to get more that's your lot يعني هنا الكثير.
you won't get any more, that's your lot. lot هنا معناها كثير. as well as the cooking she did the washing up. طبعا هنا as well as doing, عارفين هنا as well as لو جه وراها فعل بي اي ان جي يبقى as well as doing the cooking. doing the cooking. بالنسبة لنمبر 4 معانا بروفيسور مجدي يعقوب is none as a pioneering heart surgeon. طبعا as بي وراها وظيفة. all human طبعا are equal in rights and duties. طبعا are all women all human beings كل الكائنات البشرية متساوية في الحقوق والواجبات. يبقى هنا human beings اللي هم البشر. to succeed in working للنجاح في العمل with others you need to be a good عشان تنجح مع الآخرين team player. team player يعني فرد في فريق جماعي. let her يعني دها let her play with other children her own age. طبعا هنا في نفس عمرها يبقى of her own age. طبعا هنا of her own age يعني هنا من نفس العمر. I was really confused أنا فعلا كنت مرتبك by the sound I heard next to the door بالصوت اللي أنا سمعته بجوار الباب. I couldn't put my space on what it's I couldn't put my mind يعني أركز ولا I couldn't طبعا هنا I couldn't put my finger on what it's طبعا هنا I couldn't put my finger expression عندنا I couldn't put my finger on what it is يعني مش قادر أركز في كونه. clothes are sold طبعا الملابس تباع are sold of a competitive form ولا ان طبعا at a competitive price يعني بسعر تنافسي in this mall. you might have severe headache ربما اللي يكون عندك صداع شديد if this was the space take an aspirin طبعا هنا if this was the case if this was the case take an يعني لو في الحالة دي خذ هذا الأسبرين تبقى هنا the case يعني الحالة. I am grateful طبعا قلنا كلمة grateful to your kind to your kind ولا for ولا عندنا that طبعا هنا I am grateful for your kind support طبعا grateful بتاخد حرف الجر for grateful for يعني ممتن أو شاكر. we are sure يعني احنا متأكدين we are sure of your wisdom of ولا about ولا a و b طبعا هنا of your wisdom we are sure of or about your wisdom يعني واثقين من حكمتك. I can't comment on what he said انا مقدرش اعلق على اللي هو بيقوله. I don't have the right to do but ولا so ولا for طبعا هنا for لأن مش لدي الحق بتسوي هنا في المعنى because. بالنسبة latest number 5 my grandfather died at the age of طبعا عندنا expression at the age of يعني في عمر. سما is enthusiastic about طبعا enthusiastic بتاخد حرف الجر about يعني متحمس أو لدي حماس. our team has made great sporting طبعا great sporting achievements يعني إنجازات great sporting achievements. this type of engines works طبعا هذا النوع من المحركات works good طبعا خطأ will ممكن will صح لأن هذا ظرف أو best يبقى A و B الاثنين صح. ليه؟ لأن هنا work فعل عايزين وراه ظرف وليس صفة. I see no good reason especially refused to marry him طبعا هنا انا مش واجد اسباب كافيه ليه هي رفضت زوجه. why she refused يبقى هنا why بتبين السبب. المصدر is none for طبعا none بيجي مع حرف الجر for none for ولا none to all teachers and طبعا for the teachers for the teachers ولكن to all teachers يبقى هنا for تنفع وتو ولكن for noun فقط أما دي for to the to all teachers and يعني non to يعني إلى الأشخاص لكن for الشيء نفسه اللي هو مشهور به.
I didn't expect him to react to my offer. I didn't expect him to react differently. عايزين ظرف، والظرف عندنا هنا mean differently يعني تفاعل باختلاف، فطبعا هنا الظرف. I am grateful، طبعا أنا ممتن أو شاكر. I am grateful to you يعني أنا ممتن أو شاكر to. قلنا to بيجي مع الشخص لكن for الموضوع نفسه. We are in a public place يعني احنا في مكان عام. Please behave yourself. Yourself يعني احترم نفسك، يبقى هنا behave yourself. I didn't talk to her at all. At all يعني على الإطلاق. بالنسبة عندنا ل test number 6 my students are progressing يعني أطفالي بيتقدموا at a steady pace. At a steady pace يعني إيه؟ بنمط أو بوتيرة ثابتة. AL is short for، طبعا AL هنا AL is short for all ideas. Arab intelligent ذكاء عربي. Artificial intelligent طبعا الذكاء الاصطناعي اللي بنسميه artificial intelligence اللي هو AL. AI sorry AI يعني artificial intelligence، يبقى AI is short for artificial intelligence. True friends الأصدقاء الحقيقيون are always there each other، طبعا هنا true students يعني or true friends الأصدقاء الحقيقيون are always there for يعني مع each other مع بعضهم، يبقى هنا for اللي هي عكسها ايه for or against يعني مع أو ضد، فطبعا هنا for يعني مع أصدقاء. Mr. Ayman made us space unit 12 again. طبعا هنا Mr. Ayman made يبقى الانفينيتيف revise unit. Mr. Ayman revise يبقى هنا letter C. This temple was built the age of Ramses II. طبعا في عصر رمسيس الثاني، يبقى in the age of. In the age يعني في عصر، لكن at the age بالغ من العمر. To make up a story means to invent it. So, يبقى هنا to make up. I am grateful. I am grateful. Your support of me. طبعا for. قلنا support for يعني ممتن للشيء، ولكن to للperson. يبقى هنا grateful for. It needs a lot of time and effort to space hard work. طبعا هنا يعني يستمر في العمل أو يواكب العمل. Keep up hard work. Keep up. RSVP means طبعا R S من اسمها كده reply soon as soon as please طبعا هنا letter P reply ال R soon for me please طبعا هنا letter A letter B. Mr. Nasser is none his strong will. عن فيل none ممكن يجي مع to لو للشخص أو for للموضوع نفسه أو للشيء اللي هو ممتن أو مشهور به، يبقى for his لكن to someone ولكن for something يبقى هنا for. بعد كده بالنسبة لحروف الجر وانتظروا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.